الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية البحرين ارتباط أمن الخليج بأمن مصر القومي. جونسون يؤكد أن خطة بريطانيا لمواجهة كورونا قد تشمل إغلاق المدارس ومنع التجمعات. الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في إدلب ويواصل تقدمه على الأرض. الثالثة عصرا في القاهرة والواحدة بتوقيت جرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع ندى رضا. إليك ندى. شكرا لك دينا، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، والذي سلم الرئيس السيسي رسالة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرسالة تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعها بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري والذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو تطورات الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والقاري. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أكدا خلال اللقاء ضرورة التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن لليبيا من خلال دعم تنفيذ مخرجات عملية برلين ورفض أي تدخل خارجي. وخلال اللقاء سلم جاكوسو الرئيس السيسي رسالة من نظير الكونغولي بشأن آخر تطورات القضية الليبية، كما تضمن ضمنت تقدير بلاده للدور المصري الحيوي في إفريقيا. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود التي يقوم بها قطاع إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس كورونا. من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات أسامة الجهري أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث سيبدأ في تنظيم دورات تدريبية لتوعية مدير مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية والمدرسين والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا. كما سيتم أيضا توزيع نشرات توعوية للافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس. في إطار المتابعة الدورية مع مستشفيات الحميات للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، تلقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزارة الصحة والسكان يفيد بدخول 5 حالات لأجانب مشتبه في إصابتهم بالفيروس لمستشفى حميات إمبابة، وعقب إجراء التحاليل المعملية لهم جاءت جميع النتائج سلبية. تلقى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقريرا بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطيران المدني لمواجهة فيروس كورونا، وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الوزارة قامت برفع درجات الاستعداد بجميع المطارات المصرية إلى أقصى درجة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية. كما تابع مدبولي مع وزير النقل كامل الوزير الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها من جانب الوزارة لإخضاع الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية إلى الخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة كورونا. وسلط وزير النقل الضوء على إجراءات ميناء الإسكندرية باعتباره أهم الموانئ المصرية والأكثر استقبالا لرحلات الركاب، حيث استقبل الميناء مؤخرا سفينة سياحية قادمة من اليونان وعلى متنها 629 سائحا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 400 فرد. وقام فريق من إدارة الحجر الصحي بفحص السياح وطاقم الخدمة قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية.
تواصل وزيرة الصحة هالة زايد زيارتها إلى الصين. كانت وزيرة الصحة التقت نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس الصليب الأحمر، والذي وجه رسالة الشكر للرئيس السيسي على زيارة وزيرة الصحة ومساندة الشعب الصيني. كما التقت وزيرة الصحة مع القائم بأعمال وزير الصحة الصيني رئيس اللجنة الوطنية للصحة، حيث قدم عرضا للجهود المبذولة والإجراءات الوقائية من الجانب الصيني لمواجهة فيروس كورونا. وسلمت زايد القائمة بأعمال وزير الصحة الصيني بوليصة الشحن الخاصة بهدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الطبية. كما سلم القائم بأعمال وزير الصحة الصيني وزيرة الصحة الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة كورونا. وكانت وزيرة الصحة قد خضعت للفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها إلى مطار بكين. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاستعانة بقوات الجيش في جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا عند الحاجة. وخلال الإعلان عن خطة بريطانيا لمكافحة الفيروس، قال جونسون إن الخطة قد تشمل إغلاق المدارس ومنع التجمعات، مشيرا إلى أن بريطانيا تملك نظاما طبيا لمواجهة كورونا. يجب ألا ننسى أن نملك نظاما طبي جيد جدا، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة جيدة جدا لمعرفة كيفية انتشار هذا المرض. وسنتأكد من أن النظام الطبي الوطني سيحصل على كل الموارد الضرورية للاستمرار في التصدي لهذا المرض. لن تذكر هذه الخطة ماذا ستفعل الحكومة، ولكن ما هي الخطوات التي يمكن أن نتخذها في الوقت الضروري وبناء على النصائح العلمية. تبقى دولتنا جاهزة منذ بداية هذا الانتشار، انتشار هذا المرض في ووهان منذ بضعة أشهر. أعلنت السلطات الفرنسية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 191 حالة. يأتي هذا فيما بلغت حالات الوفاة في فرنسا إلى 3 حالات، ما دفع السلطات إلى إغلاق نحو 120 مدرسة في المناطق التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بالفيروس. هذا فيما أعلن وزير الصحة النمساوي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 21 إصابة مؤكدة. وقال وزير الصحة أنه لا يزال نحو 350 شخصا في الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة جاءت في الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالات السابقة. أعلنت ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 188 حالة. وقالت وزارة الصحة الألمانية إن 13 من بين ولايات ألمانيا والبالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها، لكن معظم المصابين في ولاية نوردراين الغربية. أما إيران فقد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 77 حالة. وقال نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع كذلك إلى 2336 حالة. أعلنت أوكرانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد. وقال القائم بأعمال رئيس مركز الصحة العامة بوزارة الصحة الأوكرانية إن المصاب نقل إلى المستشفى يوم السبت في مدينة بغرب البلاد، وكان عائدا إلى أوكرانيا من إيطاليا عبر رومانيا، مشيرا إلى أن المصاب حالته مستقرة.
في نفس السياق، أعلنت بلدية العاصمة الصينية بكين أن جميع المسافرين القادمين للمدينة من كوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما. وقالت تشين بي، قالت مساعدة الأمين العام لحكومة بلدية بكين، أن هذا القرار يأتي في ضوء تفشي الفيروس في هذه البلدان. وسبق أن أعلنت شانغهاي أنها ستلزم أيضا المسافرين الذين زاروا في الأونة الأخيرة بلدانا بها أوضاع خطيرة نسبيا فيما تعلق بالفيروس، ستلزمهم بالانعزال لمدة 14 يوما، لكنها لم تذكر هذه الدول بالاسم. أعلنت السلطات الصحية في قطر تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات إلى 8 حالات. يأتي هذا بينما قررت قطر إلغاء معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري والذي كان سينعقد هذا الشهر تحسبا لتفشي فيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة الكويتية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها على اتصال دائم مع منظمة الصحة العالمية حول كورونا. في ذات السياق، أعلنت اليابان ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 980 حالة. وفي بيان لها قالت وزارة الصحة اليابانية إن الحالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بلغت 12 حالة، وأن 57 شخصا من المصابين بكورونا حالتهم خطيرة. نبقى في اليابان، حيث أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن أمله في تحقيق الاستفادة الكاملة من صندوق الاحتياطي النقدي للحصول على حزمة طوارئ جديدة تهدف إلى التصدي لتفشي فيروس كورونا. وقالت وسائل إعلام يابانية إن حكومة طوكيو تخطط لصياغة الحزمة المالية بحلول 10 مارس الجاري للمساعدة في تخفيف التأثير على الآباء بسبب قرار آبي الأسبوع الماضي بإغلاق جميع المدارس في البلاد وتعزيز الخدمات الطبية ومساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34. وسجلت السلطات الكورية الجنوبية 374 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 5000 حالة. هذا وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية إرجاء بدء الدراسة في أنحاء البلاد لمدة 2 أسبوع لمنع تفشي الفيروس الجديد بين الطلاب. أعلنت وسائل إعلام إيطالية أن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس خضع لفحص فيروس كورونا المستجد وجاءت النتيجة سلبية. جاءت التقارير الإعلامية على خلفية تداول أنباء عن إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا بعد أن ألغى معظم لقاءاته، بل وحتى مشاركته في خلوة الصوم الكبير في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بداية ولايته البابوية. بينما يواصل فيروس كورونا تفشيه وحصد الأرواح، تتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشاره. منظمة الصحة العالمية حثت الدول على استكمال استعداداتها لمعالجة المرضى المصابين بالفيروس. المنظمة العالمية أفردت عددا من التوصيات، منها أهمية تشخيص الإصابة في مراحلها الأولى وتطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها وتوفير الرعاية القصوى للمصابين بعوارض حادة. أما جديد الإحصائيات ذات الصلة بالفيروس القاتل، فعدد الوفيات على مستوى العالم تجاوز 3000 بعد تسجيل الصين أكثر من 40 حالة وفاة جديدة سجلت في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس. كما تسبب الفيروس في إصابة أكثر من 88 ألف شخص في نحو 60 بلداً
وعلى خطوط التماس ما زالت الآثار الضارة لكورونا تضرب اقتصادات الدول، نظرا لأن التأثير على اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم يلقي بتداعياته على الاقتصاد العالمي. ففي اليابان تضررت أنشطة المصانع وسجلت أكبر انكماش في نحو 4 سنوات في فبراير، وضع ينذر بالخطر للقطاع الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع اتساع نطاق تفشي الفيروس القاتل. وغير بعيد في كوريا الجنوبية أظهر مسح للقطاع الخاص انكماش نشاط الصناعات التحويلية في البلاد بشكل أسرع في فبراير، مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة في أكثر من 6 سنوات في ضربة عنيفة للإنتاج. التأثيرات السلبية طالت كذلك الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فقال إن شركات الطيران العالمية قد تخسر 1.5 مليار دولار هذا العام بسبب تفشي كورونا. أعلنت وكالة الأنباء السورية عن إسقاط طيران النظام التركي طائرة حربية سورية أثناء تنفيذها مهام ضد الإرهابيين جنوب إدلب، كما أشارت الوكالة إلى أن قوات الجيش السوري استطاعت بدورها إسقاط طائرة مسيرة تركية بمحيط مدينة سراقب بريف إدلب. ذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات إردوغان استهدفت إحدى الطائرات الحربية السورية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب. في هذه الأثناء حققت قوات الجيش السوري مزيدا من التقدم في وجه القوات التركية والفصائل الموالية لها في إدلب شمال غربي سوريا، واستعاد الجيش السوري بدعم جوي روسي السيطرة على طريق دمشق حلب الدولية بشكل كامل وتأمين حزام أمن للطريق، وذلك عقب استعادته لمدينة سراقب وقرى عدة أخرى إثر اشتباكات عنيفة مع الفصائل المدعومة بالمدفعية والطائرات المسيرة التركية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا لن تكف عن محاربة الإرهاب في منطقة إدلب السورية من أجل حل أزمة الهجرة في أوروبا. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي أكد لافروف أن موسكو ستواصل دعم سوريا في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي. رفضت روسيا اتهامات من الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في سوريا العام الماضي، وشدد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على أن محققي الأمم المتحدة ليسوا في وضع يسمح لهم بمعرفة ما يحدث على الأرض في سوريا، وأضاف أن موسكو ترفض بشدة هذه الاتهامات التي قال إنها مبنية على تقارير لجنة واحدة وليس لجان عدة. أكدت وكالة إنترفاكس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن البيانات الصادرة عن تركيا والدول الغربية بشأن تدفق اللاجئين والأزمة الإنسانية في إدلب غير صحيحة. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن عددا ممن عبروا الحدود من سوريا إلى تركيا منذ بداية العام لا يتجاوز 35,000 شخص، متهمة السلطات التركية بتوطين التركمان في مناطق طردت منها الأكراد في شمال سوريا. أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا عن إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق إذانا بعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. يأتي ذلك بناء على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية ضد العدوان التركي على البلدين.
بحث المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو غراندي دول الاتحاد الأوروبي على تقديم المزيد من الموارد والدعم لليونان، وأوضح أن هذه الدعوة جاءت في ضوء الموجة الجديدة من المهاجرين واللاجئين من سوريا وأنحاء أخرى بالشرق الأوسط، وأضاف أن اليونان عضو بالاتحاد الأوروبي، لذا فإن مصدرها الرئيسي للدعم هو الموارد الأوروبية. قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إن الاتحاد الأوروبي في امتحان أمام الابتزاز التركي بورقة اللاجئين، مؤكدا قدرة التكتل على حماية حدوده الخارجية. وندد كورتس بمحاولة أنقرة ابتزاز الاتحاد الأوروبي عبر فتح حدودها أمام آلاف اللاجئين الساعين للتوجه إلى القارة العجوز، معتبرا أن ما حدث يعد بمثابة هجوم تشنه تركيا على الاتحاد الأوروبي واليونان. تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين اليوم زيارة للمنطقة الحدودية بين اليونان وتركيا، وتجري فوندرلين برفقة رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي تقييما للوضع في منطقة أورستيادا، حيث يوجد 13,000 لاجئ يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد فتح أنقرة حدودها لتدفق اللاجئين إلى أوروبا. كما يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا غدا لبحث تداعيات قرار تركيا بفتح حدودها أمام اللاجئين إلى أوروبا. من المقرر أن يبحث الاجتماع سبل دعم اليونان وبلغاريا في ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمنع تكرار التدفق الجماعي للاجئين إلى أوروبا على غرار ما حدث في عام 2015. فيما يشبه الانتفاضة الأوروبية، يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث إنقاذ حدود التكتل من اللاجئين السوريين الذين دفع بهم أردوغان في معترك أزمته في سوريا، والذين يستخدمهم كورقة ضغط وابتزاز على الاتحاد لإنقاذ جنوده الذين يتساقطون بفعل ضربات الجيش السوري في إدلب. وخلال الاجتماع الطارئ يبحث الوزراء الأوروبيون تنسيق الجهود لتأمين حدود الاتحاد الخارجية ومنع تكرار التدفق الجماعي للاجئين إلى أوروبا على غرار ما حدث في عام 2015 بعد إصدار السلطات التركية تعليمات للشرطة وخفر السواحل والمعابر الحدودية بعدم إيقاف اللاجئين السوريين المتوجهين إلى أوروبا في أعقاب مقتل 33 جنديا تركيا بغارة سورية في محافظة إدلب. وفي رسالة مساندة ومؤازرة لجهودها للحفاظ على حدودها أمام جحافل اللاجئين الذين عمل أردوغان على تصديرهم إلى أوروبا، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية المنطقة الحدودية بين اليونان وتركيا، حيث يوجد 13,000 لاجئ يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتعهدت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود بالبدء في تنفيذ خطة حدودية لمساعدة اليونان تقضي بنشر 1500 ضابط وموظف آخرين يقوم الاتحاد الأوروبي ودول فضاء شنغن بتزويدهم خلال 5 أيام. ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استغلال أردوغان لاجئين كورقة ضغط على أوروبا بغير المقبول، ودأبت أنقرة على ابتزاز الأوروبيين دائما بورقة النازحين تارة للحصول على غطاء أوروبي لعملياتها العسكرية في الشمال السوري، وتارة أخرى للحصول على مزيد من الأموال الأوروبية وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة ولو على حساب أرواح الأبرياء الذين فروا من بلادهم بحثا عن الأمان.
نفت الحكومة اليونانية ادعاءات أردوغان بإطلاق عيرة نارية تجاه المهاجرين على الحدود. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية على تويتر إن قوات حرس الحدود اليونانية لم تطلق أي عيرة نارية على أي شخص كان يحاول دخول البلاد بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن المعلومات التي تروج لها تركيا كاذبة وخاطئة. أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد وكالات السفر في تركيا أن تورط إردوغان في سوريا أدى إلى انخفاض الطلب على الوجهة السياحية التركية خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 10%، وأشار إلى أن هذا الانخفاض جاء بعد أن كانت التوقعات تشير إلى احتمالية ارتفاع هذه النسبة. قال وزير الخارجية اللبناني أنه لمس لدى المسؤولين الفرنسيين حرصا على دعم لبنان ومساعدته، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليا. جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية اللبناني عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، حيث استعرض الوزير نتائج الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الفرنسية باريس واللقاءات التي عقدها مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان وعدد من المسؤولين الفرنسيين. أكد وزير الصناعة اللبناني أن مصرف لبنان المركزي والبنوك الخاصة يتعين عليها تحرير أموال المودعين وإيقاف القبض على الأموال والحجز عليها حتى تواصل المصانع اللبنانية عملها وتشغل الدورة الاقتصادية في البلاد. وأضاف أن السياسات الخاطئة بدفع الفوائد المصرفية المرتفعة أوصلت لبنان إلى الوضع المالي والاقتصادي الراهن شديد الصعوبة، وأشار إلى أنه ينبغي وضع سياسات مرنة تقوم على التشجيع والتحفيز لتشغيل الأموال في مشاريع إنتاجية على نحو يسهم في إعادة بناء الثقة بين المودع العادي والمستثمر والبنك. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت السيد أسعد بشارة الكاتب الصحفي اللبناني. مرحبا بك سيد بشارة في هذا النقاش على إكسترا نيوز. دعنا نبدأ من زيارة وزير الخارجية اللبناني إلى فرنسا. حديث فرنسا عن دعم لبنان ليس جديدا، كانت هناك تصريحات عدة في هذا الاتجاه الآن وفي هذا التوقيت، كيف يتوقع أن تدعم فرنسا لبنان؟ القرار الفرنسي بدعم لبنان هو قرار قائم ولكنه مرتبط بإجراء إصلاحات حقيقية، وهذه الزيارة ربما لا تسهم بأي شيء إيجابي، لأن المشكلة ليست لا عند فرنسا ولا عند المجتمع الدولي ولا عند الدول المانحة ولا عند المجتمع العربي. المشكلة هي أن السلطة اللبنانية لا تقوم بأي إصلاح جدي، لا تضع خطة إصلاحية. ننتظر ما ستقوله الحكومة التي تعد خطة اقتصادية، ولكن المؤشرات لا توحي بأن هناك إمكانية حتى لو وضعت خطة على الورق جيدة بالذهاب إلى التنفيذ الحقيقي لعملية الإصلاح في كل المجالات. لبنان يتطلب إصلاحا في كل المجالات، وبالتالي نحن أمام حكومة وكأنها حكومة تقطيع وقت. وبالأمس نعى رئيس الحكومة وكأنه نعى حكومته عندما قال الدولة اللبنانية غير قادرة على تأمين حاجات اللبنانيين، كأنه يقول مسبقا أن لا فرص حقيقية للإنقاذ.
طيب انا كمان انا ايضا كنت ساسال عن تصريحات وزير الصناعه اللبناني حين يعني اوضح فيما يبدو انها روشتة اذا جاز التعبير فيما يتعلق بتعامل المصارف والبنوك، كنت ساسال حضرتك عن رايك في هذه التصريحات، هل يبدو من يعني كلامك الاخير انه حتى تصريحات وزير الصناعه فيما يتعلق بالبنوك والمصارف يعني لن تكون جيدة ولن تكفي بأي شيء إذا كان أصلا رئيس الحكومة ينعي كما تقول؟ يعني تحرير 100 مليون دولار من الودائع الصناعيين كي يستعملوها في استيراد مواد أولية لا تعني أبدا أن هناك من العملة الصعبة في لبنان ما يكفي لإطلاق عجلة الصناعة أو لتمويل المشاريع الإنتاجية. هذه خطوات يعني كأنها علاج بالمهدئات. ما يحصل الآن هو أن لبنان يستلزم خطة مارشال اقتصادية، وبالتالي لا أحد يجرؤ على قول الحقائق. خطة مارشال يعني هناك حاجة ل 20 مليار دولار لقطاع المصارف كي تستعيد المصارف وتصحح ما تم اقترافه من جرائم بحق المودعين. هناك مليارات دولارات بحاجة لكل قطاعات الإنتاج لكي تعيد تأهيل نفسها. هناك حاجة لمساعدة دولية، هذه المساعدة الدولية لا تأتي إلا من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي كما فعلت مصر وكما فعلت غيرها من الدول. يعني إذا اشترط صندوق النقد الدولي بعض الشروط يمكن الانتقاء منها والتفاوض، ولكن توقيع صندوق النقد الدولي على أي خطوة إصلاحية خطة إصلاحية وعلى أي طلب مساعدات عاجلة هو توقيع ضروري، ولكن من يمنع هذا التعاون بالمعلن بوضوح هو حزب الله الذي يعتبر أن دخول صندوق النقد الدولي وكأنه تدويل للاقتصاد، وحزب الله يستفيد من المعابر غير الشرعية لتنمية تجارة الكاش وتجارة مرور البضائع التي يعني لديه دورته الاقتصادية. طيب لكن سيد بشارة حين تشير إلى بلان ماريشال أو خطة ماريشال، يعني هذه الخطة التي وجهتها أو يعني قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية للاتحاد الأوروبي أو لأوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية لينهض من كبوته بعد الدمار الشديد الذي لحق به في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان يعني هي مساعدة قامت بها أمريكا للأوروبيين. إذا كنت تريد أو يعني إذا كان الحل في خطة ماريشال فأيضا هنا التعويل على المساعدات الدولية، ألا يمكن أن تقدم هذه المساعدات الدولية من أصدقاء لبنان بين ظفرين بعيدا عن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، فرنسا أو غيرها من الدول التي عادة ما تدعم لبنان؟ سيدتي باختصار، بأيام الرئيس رفيق الحريري نظم مؤتمرين لدعم لبنان، مؤتمر باريس 1 باريس 2، جميع يذكر هذا الامر، ولم يسمحوا له بان يستكمل يومها النظام السوري وحلفائه، وبالتالي تعطلت المهمه. مؤتمر سابق، مؤتمر اصدقاء لبنان السابق الذي كان يفترض ان يضخ في الاقتصاد اللبناني 11 مليار دولار للبنيه التحتيه كانت كفيله باعطاء اكسجين للاقتصاد اللبناني لمده سنتين او ثلاث سنوات، ايضا تم اجهاضه. الآن المساعدات، كل المجتمع الدولي يعرف أن هذه المساعدات إذا ما سمح بها فإنها ستأتي وسيتصرف بها السلطة والطبقة المنظومة السياسية بطريقة الزبائنية، يعني لا ثقة بإيدائهم، لا ثقة بأنهم عندما يستلمون الأموال إنما يضعونها في خدمة الدولة والشعب اللبناني. بالتالي ختاما الثقة مفقودة. نعم بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسعد بشارة الكاتب الصحفي اللبناني، حدثتنا عبر الهاتف من بيروت. فتحت الشرطة النيوزيلندية تحقيقات في تهديد جديد تعرض له أحد مسجدين شهدا عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل عشرات الضحايا قبل عام. ورصدت الشرطة رسالة تهديد لمسجد النور في كرايست تشيرش جنوبي نيوزيلندا بعد نشرها على تطبيق تيليجرام للرسائل النصية المشفرة في ظل الاستعدادات لإحياء الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي والذي تعرض له مسجدان بالمدينة ذاتها في العام الماضي.
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدارته لاحتواء أزمة فيروس كورونا، متهما الديمقراطيين بمحاولة تسييس القضية. وفي كلمة له أمام حشد من المؤيدين في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية، قال ترامب إن الديمقراطيين في واشنطن يحاولون تشويه العمل النبيل على حد وصفه، العمل الذي يطلع به المختصون في مجال الصحة العامة بإدارته لمواجهة كورونا، مطالبا بوقف تلك الهجمات السياسية. تشهد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للتصويت في 14 ولاية، فيما يعرف بالثلاثاء الكبير والذي يمثل محطة مهمة في مسار الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية والمزمع إجراؤها في 3 نوفمبر. تنحصر المنافسة داخل الحزب الديمقراطي بين جو بايدن وبيرني ساندرز، إضافة إلى رجل الأعمال الشهير مايكل بلومبرغ. الثلاثاء الكبير محطة مهمة يصلها قطار الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ماراثون السباق للبيت الأبيض، وذلك بإجراء التصويت في 14 ولاية ومنطقة. دور كبير يلعبه يوم الثلاثاء الكبير في اختيار حامل لواء الحزب، ويعطي مؤشرا على المرشح الذي سيتم اختياره بسبب عدد الولايات التي ستحسم خيارها خلاله. المرشح بيت بوتيجيج أحدث من أعلن الخروج من السباق، وذلك بعد نتيجته المخيبة في ولاية كارولينا الجنوبية، الجولة الرابعة من سباق المرشحين الديمقراطيين. بوتيجيج الذي ارتفعت حظوظه الرئاسية سريعا بعدما كان مغمورا في بداية السباق، أعلن رسميا إنهاء حملته قائلا إنه خرج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من أجل المساعدة على توحيد الحزب. وبانسحاب المرشح الشاب يتبقى 6 مرشحين في السباق الديمقراطي الرئاسي بعد أن كانوا أكثر من 20 مرشحاً. وخلال 4 ولايات شهدتها الانتخابات حتى الآن يتصدر بيرني ساندرز النتائج، تلاه جو بايدن، ثم بيت بوتيجيج ثالثا، وإليزابيث وورن في المرتبة الرابعة. إلى ذلك ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ممثلين عن حملتي بوتيجيج وبايدن بدأوا يبحثون عن السبل المناسبة لدعم بايدن الذي بات يحتل المرتبة الثانية في السباق بعد ساندرز. من جهته توقع رئيس ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية مدتها 4 سنوات، ويتابع عن كذب معركة خصومه الديمقراطيين أن نائب الرئيس السابق جو بايدن سيكون المستفيد الأكبر من قرار بوتيجيج بالانسحاب. وأصبح بايدن المنافس المعتدل الرئيسي لبيرني ساندرز اليساري الذي أحرز تقدما كبيرا في السباق، ويسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة الثلاثاء في ولايات بينها ولاية كاليفورنيا المهمة. قال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم إصدار توبيخ وشيك لإيران بسبب عدم السماح لمفتشي الوكالة بدخول موقع أو أكثر من المواقع النووية المهمة. ومن المقرر أن تصدر الوكالة تقريرها الدوري حول التزام إيران بالاتفاق النووي اليوم. وأشار دبلوماسيون إلى أن التقرير سيؤكد عدم تعاون إيران بشكل عام وتقاعسها عن السماح بدخول المواقع النووية بشكل خاص. قال
قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الزعيم كيم يونغ أون قام بالإشراف على مناورات مدفعية بعيدة المدى، ونشرت الوكالة صورا من المناورات موضحة أنها تضمنت تجربة أسلحة استراتيجية جديدة. وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق أن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفين باتجاه الساحل الشرقي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم. سيد حسين، برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. بداية، دلالات هذه المناورة وما الرسائل التي تحملها؟ أعتقد أن السلطات في كوريا الشمالية تلاحظ أن الانتباه ينصرف عن قضاياها. هناك العديد من القضايا الساخنة الآن، سواء على مستوى الداخل الأمريكي من حيث إجراء الانتخابات التمهيدية، وأيضا هناك اهتمام عالمي بتفشي وباء كوفيد-19. هناك قضايا كثيرة تأخذ الانتباه بعيدا عن المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية وعن قضية كوريا الشمالية أو شبه الجزيرة الكورية. وبالتالي يعني ربما تكون الرسالة هنا هي عدم إهمال هذه القضية، وأن كوريا الشمالية يعني لديها ما يمكن أن يسبب إزعاجا للآخرين، طالما أن قضاياها لم يتم مخاطبتها، لم يتم معالجتها بالشكل الذي يحقق قدرا من الاستفادة لأبناء كوريا الشمالية لقاء ما أجروه من محادثات سواء على المستوى. يعني تعتقد سيد حسين أنها مجرد ربما تحركات للفت الانتباه لتحريك هذا الملف؟ أعتقد كذلك، لأن هذه العملية من الإطلاق ليست بضخامة وقوة ويعني مغزى العمليات السابقة من حيث التفكيرات سواء الاختبارات النووية أو الهيدروجينية أو غير ذلك. هي رسالة بسيطة يمكن أن يتلقفها الشركاء أو المنافسون. طيب سيد حسين، سواء يعني كوريا الجنوبية أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الأطراف الفاعلة في ملف. بالحديث عن الأطراف الفاعلة، يعني ذكرت في البداية أن أمريكا الآن مشغولة بالانتخابات التمهيدية في الداخل، هل ربما والرئيس دونالد ترامب صرح أنه سيرجئ الحديث فيما يتعلق بالملف النووي، يعني هل من الممكن أن نرى أي رد من الجانب الأمريكي، أم سيلتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصمت مع متابعة ما يحدث في الداخل الأمريكي؟ ربما ستصدر تصريحات بيانات تدين هذا الإجراء، ربما يعني ستكون هناك تعليقات، ولكن لن يتم اتخاذ خطوة فعلية في هذا الملف. كما قال الرئيس ترامب فإنه قد أرجع ذلك إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر هذا العام. نعم. وبالتالي فإن يعني ربما أيضا أعود وأكرر، ربما الرسالة هي من بيونغ يانغ هي أن هذه القضية حية، وأن القضايا الأخرى لا ينبغي لها أن يعني تبتلعها أو تنسي الأطراف الأخرى أهميتها، ولكن سيظل الموقف متجمدا إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. وهو أيضا يعني حتى فيما بعد الانتخابات الأمريكية، طالما لم تحدث حلحلة في مواقف الأطراف الفاعلة، طالما لم يحدث تقدم فعلي أو إجراءات فعلية على الأرض يمكن أن تشعر بها بيونغ يانغ، ربما سيظل هذا الملف يعني في مكانه لا يتحرك. نعم، السيد حسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
استعرض دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها خلال العامين الدراسيين الماضيين. وأكد مدبولي أهمية هذه المدارس وتكاملها مع الجامعات التكنولوجية التي تنفذها وزارة التعليم العالي حاليا بهدف إعداد خريج قادر على الحصول على فرصة عمل ويناسب فرص العمل المطروحة حاليا. وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم التيسيرات اللازمة لذلك والتعاون مع القطاع الخاص من أجل التوسع في إنشاء هذه المدارس. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم رصد والاستجابة لأكثر من 400 استغاثة تنوعت ما بين العمليات الجراحية والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية. كما تكفل مجلس الوزراء بتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لعدد 16 حالة. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تسعى إلى جذب المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستثمار بصناعة التعدين، وأوضح أن الوزارة تهيئ مناخا جاذبا لمواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة لدعم تحقيق رؤيتها لتحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوي في الناتج القومي. وأضاف الملا أن مصر تمتلك أقدم صناعة للتعدين على مستوى العالم وتسخر بالعديد من الفرص والثروات التعدينية غير المستغلة، فضلا عن بنية تحتية عالية المستوى. قام وفد من الصحفيين والمراسلين الأجانب والمجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان بزيارة لسجن النساء بالقناطر. زيارات للسجون المصرية تأتي تماشيا مع مبدأ الشفافية التي تنتهجها وزارة الداخلية بإطلاع الإعلاميين والمعنيين بحقوق الإنسان على الأوضاع داخل السجون المصرية، هذه المرة لسجن القناطر للنساء بعد أقل من أسبوع من زيارة مماثلة لسجن المرج العمومي. وفد من مراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية المختلفة من بينها قناة راي الإيطالية وسكاي نيوز وتلفزيون بنغلاديش ووكالة الأنباء الإيطالية، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، زار نزيلات سجن القناطر وأجرى لقاءات معهن. I'm very glad that I had this chance to visit this place and it's definitely I'm very impressed about it. It's definitely a good thing to show that the status of the prisons in Egypt more than what I expect for sure in a positive way. Before today I hear a lot of bad thing about the Egyptian prison, but today my view is totally changed. It's really amazing, and this is not prison. This is correctional center. All international media should come in Egypt and see what happened really. طب احنا بنسمع طول الوقت انه المعامله جوه السجن معامله سيئه وبخاصه عند سجن الستات. لا بالعكس، احنا عايشين يعني عيشه جميله. اي حاجه بنعوزها بنلاقيها. هنا في احترام جدا، في ادميه في التعامل وفي انسانيه. ايوه بناكل كويس، كل الغذاء بتاعنا على فكره بيجي لنا لبن وسريلاك وزبادي، بيجي عيالنا لبن وسريلاك واكل ني واكل مستوي، ولو تعبنا احنا بنطلع المستشفى وقت. احنا العنبر بتاعنا ده مستشفى بسرعه المستشفى كام سنه. ليس من شاهد الاوضاع هناك من سمع عنها، حضانة خاصة بأطفال النزيلات وحديقة مخصصة ليقضي الأطفال وقتا مع أمهاتهم ومستشفى مزودة بأحدث المعدات والتجهيزات لاستقبال النزيلات وتوفير رعاية مناسبة لهن، وعلى بعد أمتار منها ورش لتأهيلهن ومعرض لمنتجات الحرف اليدوية ومكتبة لمن أراد القراءة والتثقيف، شاهدها الوفد وأثنى عليها جميعا. كنت متعلمة فبدأت من محو الأمية لغاية ما وصلت صنص حقوق، خلصت صنص حقوق السنة اللي فاتت، باجي المكتبة طبعا باخد الكتب اللي أنا عايزاها وبقرأها. اليوم وما سبقه من زيارات يؤكد أن هناك التزاما بمعايير
القانون والدستور فيما يتعلق بكيفية معاملة النزلاء ونازلات المؤسسات العقابية في السجون. في رعاية صحية وتعلموا يعملوا حرفة، بحسين ان بكرة بقى بالنسبة لهم افضل، وان هم هنا حصل لهم تقويم. اللي عجبني اكتر حاجة قسم المشغولات اليدوية والصناعات اللي هم بيعملوها، بيصنحوا للاطفال بزيارات الام داخل السجن. انا كنت فاكرة ان هم بيقعد معاه لحد سنتين وبعد كده خلاص بيوصل لحد من الاسرة يعني. اكتشفت ان هم بكل 15 يوم ان الطفل بيجي يزور امه، ده صراحة مفاجأة، حاجة لطيفة جدا يعني. اتمنى ان يبقى في اعلام اكتر، إعلام محترف، إعلام بينقل الصورة عن حق، إعلام بيقول الـ 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 الإمكانيات الموجودة في داخل مراكز الإصلاح المختلفة في مصر سواء للسيدات أو للرجال. داخل أسوار السجن العالية تقضي النازلات عقوبات متباينة، لكن في إطار من الإصلاح والتأهيل وفقا لسياسة عقابية تراعي إعداد النازلة وتأهيلها لتصبح عضوة نافعة لمجتمعها، وهو ما أكدت عليه النازلات. مبسوطة أن أنا بدخل عائد مادي ليا وبدخل معايا عائد مادي للبنات اللي بتشتغل معايا. انا ما بعتبرش ان انا دلوقتي في سجن، انا بعتبر نفسي في مؤسسه عقابيه فيا حاجه من اتنين، لا اما هقف على رجليا واثبت عشان اقدر اواجه المجتمع واخرج، لا اما هبقى انسانه محطمه وياس وعم. فيا ريت المجتمع يلغي ويحاسبني لما اخرج انا بقيت ايه من داخل السجون. ابواب السجون المصريه مفتوحه وفقا لضوابط محدده لمن اراد ان يعرف كيف يتم تاهيل النزلاء، وهو رد عملي على كل ادعاء بوجود انتهاكات داخل السجون، فالصور تؤكد أنه إصلاح وتأهيل مع مراعاة لكافة معايير حقوق الإنسان. تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير. وجه اللواء شعراوي بسرعة إنهاء أعمال تطوير الميدان في التوقيت المحدد، وذلك استعدادا لاستقبال الحدث الخاص باحتفالية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وأكد شعراوي اهتمام رئيس الوزراء بأن تتم هذه الاحتفالية بالصورة التي تليق باسم مصر وعظمة الحضارة المصرية. تفقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مدينة طور سيناء لمتابعة الأعمال الجارية بجامعة الملك سلمان. كما تفقد فودة أعمال إنشاء ممشى سياحي على شواطئ طور وازدواج عدد من الطرق، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية الجارية بالسوق الحضرية الجديدة بمنطقة حي النصر. موجهين كل إمكانياتنا لمدينة الطور. عدينا النهاردة على عدة مشاريع، عدينا على طرق، عدينا على طرق بتترصف وبتكبر، عدينا على جامعة عالمية، جامعة رهيبة، جامعة فيها قاعة مؤتمرات بتشيل 1500، فيها صالة مغطاة، فيها استاد، فيها مكتبة، شعاع للعاصمة كلها. وكل ده كله المواطنين هيستفيدوا من الجامعة دي، احنا هنستفيد من الامكانيات الموجودة في الجامعة في الحقيقة، وفرص عمل بقى، كل دي فرص عمل إن شاء الله لأولادنا في الجامعة. وثم اتحركنا شفنا بقية الطرق اللي احنا بنرفع كفائتها. تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للناشئات التصنيف العالمي للناشئات تحت 15 سنة لشهر مارس للمرة الثالثة على التوالي كأول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتصدر التصنيف العالمي. وقرر الجهاز الفني لمنتخب سيدات تنس الطاولة ضم هنا جودة للمشاركة مع السيدات في منافسات بطولة العالم بكوريا الجنوبية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.
ختام هذه الجولة تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية البحرين ارتباط أمن الخليج بأمن مصر القومي. جونسون يؤكد أن خطة بريطانيا لمواجهة كورونا قد تشمل إغلاق المدارس ومنع التجمعات. والجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في إدلب ويواصل تقدمه على الأرض. وفي الختام لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم وبالطبع الشكر موصول للزميلة دينا زهر.